عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل مع بعض اللحمه ربع من ربع كيلو لحمه مفرومه، هنعمل بيها اكله هتكفي عيله كامله. حطي بس لايك للفيديو كده على السريع وسبسكرايب للقناه. يلا بينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، نبدا بقى مع بعض ونشوف ازاي من ربع كيلو اللحمه اللي انتم شايفينه قدامكم ده، صغير جدا بس هنعمل بيه اكله تكفي عيله كامله. ان شاء الله بقى الوصفه تعجبكم وتجربوها، بس يا ريت ما تنسونيش بقى ايه في اللايكات والكومنتات ودعوه حلوه كده لبابايا في الايام المفترجه دي. ربنا يا رب يرحمه ويرحمنا جميعا ويجعل مأواه الجنه يا رب وينور له قبره. يلا بينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا بقى مع بعض وصفتنا ونشوف هنعملها ازاي. اول حاجه عندي عشان اعمل الوصفه دي بجيب معايا ربع كيلو من اللحمه، وبجيب بقى معايا ايه تاني؟ الرز. الرز ده يا جماعه انا غسلاه ومنقياه، غسلاه ومصفياه كويس جدا. اهم حاجه ان انت تغسليه وتنقعيه وتسيبيه كده ايه في شويه ميه، وبعد كده تروحي منشفاه معاكي كويس جدا. هنعمل ايه بقى؟ نحط كده اللحمه معانا على جنب وناخد معانا الايه الرز. بجيب بقى معايا الكبه، انا بحط قد ايه من الرز؟ ربع كيلو اللحمه بحط عليه كوبايه صغيره من الرز، يعني في حدود كده ايه 100 جرام او 150 جرام من الرز اهو كده. بسم الله، متقلقوش خالص، الكبة عادي هتفرمهم، ده هما دول ايه يا دوب كده. شايفين بقى عاملاهم حبة صغيرين ازاي؟ بس نوع الرز نفسه ده حلو جدا بينفش معايا في الاكل. هاخد بقى هطحن معايا الرز الاول. بقى معايا اللحمة كده في ايه في بولة كبيرة وحطيت الرز. بصي ما شاء الله الرز يعني كميته كترت معايا ازاي. هنزل بقى كده بالرز على اللحمه وهبدا ان انا اضيف معايا التوابل والبهارات. دلوقتي بقى هحط معايا رشه كده من الملح بس على قد تمليحه الوصفه، ما تزوديش في الملح عشان احنا ايه بس هنحطها في الصلصه. وهحط رشه من الكزبره الناشفه، احنا حطينا طبعا خضره، وهحط طبعا فلفل اسمر وده اساسي في الوصفه. نقلب بقى الكلام ده كله ونرجع لكم. دلوقتي بقى باخد معايا الكفته وابدا ان انا اصبعها. عايزه اقول لك بقى على حاجه مهمه جدا، انا ما حطيتش بصل في الوصفه، فلو انت حابه تضيفي بصل تمام هيزود معاكي الكميه، مش حابه تضيفيه خلاص مفيش اي مشكله. ياخد بقى معايا الكفته وصبعها، صبعيها كويس كده وتخليها مبصمه بايدك. يعني الكفته دي كانت على طريقه جدتي الله يرحمها، فكانت هي بتعملها لنا على طول كده، فمن ربع كيلو كفته بقى كانوا بيعملوا يعني كميه كبيره جدا، بس طبعا كانوا بيزودوها بقى رز ويزودوها بتاع ده بصل وحاجات كتير كده، بس انا حابه طعمها من غير البصل اكتر، لان بالبصل بتكون عاديه كده زي الكفته العاديه، لكن من غير البصل طعمها هيكون مميز اكتر وطعم اللحمه فيها هيكون باين اكتر. ناخدها بقى كده كلها نصبعها، واهم حاجه بصمه ايدك لازم تبقى باينه في البتاع، مش عايزينها مدوره كده وبس، لا عايزين نصبعها وايه وصوابعنا تبقى باينه فيها اهي بالشكل ده كده. احلى اكله بقى تاكليها في رمضان على فطار رمضان كده، ايه حاجه موفره جدا، تجيبي ربع اللحمه وتعملي بيه اكله كبيره تكفي العيله بحالها. نكمل بقى باقي الكميه وبعد ما اخلصها اوريها لكم. بصي بقى جميله جدا ازاي، اهم حاجه ان انت تمسكيها كده تصبعيها بايدك الاول كويس جدا اهي، وبعد كده تنزلي بيها. هقولك على شويه تركات تعمليها غير الطرق العاديه خالص اللي احنا كنا بنعملها، وهتطلع معاكي باذن الله تحفه، وتشيلي منها كمان طول رمضان تاكلي تطلعي وتاكلي منها. يعني انت ممكن مثلا تجيبي دلوقتي مثلا نص كيلو لحمه وتعملي منه كذا طبق وتشيليهم لرمضان. دلوقتي بقى عملت معايا الكفته وصبعتها وبقت بالشكل اللي انتم شايفينه ده كده، تعالي بقى اقول لك على التركان مهمه جدا لازم تعمليها بعد ما تعملي كده. دلوقتي بقى خلاص بدات تاخد معايا اول لون. بصي بقى الجمال والحلاوه، شايفه عامله ازاي؟ ولا كشت معاكي ولا جرى لها اي حاجه، طول ما انت عاملاها بالطريقه دي هتطلع معاكي ناجحه 100%. بصي ولا بتفك ولا بيحصل فيها حاجه، ما شاء الله عليها جميله جدا. ناخدها بقى كده كلها بالكامل،
وايه ونقلبها معانا كده، وهتاخدي بقى منها احلى كفته وهتعجبكم جدا باذن الله. شايفين بقى الكفته والجمال ما شاء الله عليها، جميله جدا والريحه ما اقولكوش عامله ازاي. تبقى خلاص اتعملت معايا الكفته وبقت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. نبدا بقى ناخدها كده نطلعها. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين اللون بقى جميل جدا ازاي ومن جميع الاتجاهات. خديها بقى كده وسيبيها تنشف مع تهدى معاكي كده وتطرى. بصي بقى الجمال والحلاوه ما شاء الله عليها. شوفي بقى ربع كيلو من اللحمه كان ممكن يعمل لك قد ايه، يعني حاجه لا تذكر. دلوقتي بقى احنا ضاعفنا كميته باسهل طريقه وفي نفس الوقت هيديكي طعم حلو جدا. بصي بقى كميته بقى قد ايه، شايفين الكميه ما شاء الله، وغير اللي في الطاسه كمان. اخدت بقى معايا دلوقتي بصلايه كده ونزلت بيها على شويه الزيت اللي عندي على معلقه زيت بالظبط كده. قلبيها بقى وخليها تاخد معاكي التشويحه تمام. مش هحط لها اي حاجه لحد ما ايه ما تبدا ان هي تديني اللون اللي انا محتاجاه. دلوقتي بقى البصل بدا ياخد معايا لون، هنزل عليه على طول بالطماطم. الطماطم لازم تكون متصفيه، الافضل طبعا في الطماطم ان انت تصفيها الاول. بسم الله. دلوقتي بقى الصلصه بتاعتي بدات تعمل الشكل ده كده وتتقل معايا، هنزل عليها بقرن فلفل حامي اسماه بالنص كده، وهدي النار بقى واسيبها واكمل بقى باقي الوصفه بتاعتي لحد ايه ما الصلصه تتثبت معايا. وانا لسه لحد دلوقتي ما حطيتلهاش اي نوع من انواع التوابل ولا البهارات. هنزل عليها بقى بشويه كده من الملح، ما تقليش معاكي الملح، وشويه من الفلفل الاسمر، رشه كده برضو من الفلفل الاسمر بحيث ان ايه الصلصه تبقى متطعمه معايا. ونقلب بقى الكلام ده. بسم الله الرحمن الرحيم. وبس على كده هسيبها بقى تاخد وتدي لحد ما تستوي وتديني ايه. بصي حتى لو تلاحظي اللون بدا يتغير، لونها بدا يغمق معايا شويه. هسيبها بقى كده وهدي عليها النار وخليها. بصي كل ما الصلصه تهدي عليها النار كل ما تديكي طعم حلو جدا. نهدي النار بقى ونسيبها. دلوقتي بقى اتعملت معايا الوصفه وبقت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. بصي بقى من يعني انا حاطه ايه كميه صغيره على قدنا كده، بس يعني من ربع كيلو هتعملي اكله ازاي، اكله كامله متكامله. عملنا لحمه وعملنا رز، ويعني ايه اكله كبيره تكفي العيله كلها. بتمنى بقى الفيديو يعجبكم وتجربوه. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش بقى في الكومنتات واللايكات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دي كده الكفته من غير ما نحطها في الصلصه، ودي بعد ما نحطها في الصلصه. اهم تركيه ان انت لما تحطيها في الصلصه تكوني خلاص قربتي تاكليها، ولما تحطيها تحطيها يا دوب بتاخد غلوه واحده بس وتطفي عليها على طول، بحيث ان هي ما تبقاش تكون لسه يعني ايه كويسه معاكي، ما تنفش قوي بقى وما تلاقيهاش وتتوه معاكي في الوصفه. بتمنى الفيديو يعجبكم وتجربوه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.